السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة نابغة المعلوميات. ضمن سلسلة القصص هذه قررت إنشاء قناة خاصة بالقصص فقط. أدعوكم أعزائي للاشتراك في هذه القناة، الرابط أسفل الفيديو. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف أحكي لكم قصة هاكر يخترق كمبيوتر المغنية إيديل. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والتعليق ومشاركته والاشتراك في القناة بالضغط على زر السبسكرايب أو اشتراك. كشفت صحيفة سن البريطانية هذا الأحد عن تعرض الكمبيوتر الشخصي للمطربة البريطانية إيديل للاختراق وتسريب مجموعة من صورها الشخصية. وقالت إيديل في حديث للصحافة البريطانية أن مجموعة كبيرة من صورها الشخصية تم تسريبها، ومن بينها صور كثيرة لطفلها البالغ من العمر 5 أعوام، وصور التقطتها لنفسها خلال فترة حملها في المطبخ. واكتشفت المغنية البريطانية الاختراق يوم الجمعة الماضي بعد انتشار صور لطفلها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. غير أن المثير للسخرية في قصة الاختراق هاته هو أن الهاكر لم يجد سوى صور سونارا لطفلها وهو في الشهر 5 من عمره أثناء فترة حمل إيديل، إضافة إلى أدوات المكياج وقارورات كحول وفساتين وغيرها من الصور الاعتيادية حسب ما ذكرت الصحيفة. ومن المتوقع أن يكون المخترق تمكن من الدخول إلى حسابها عن طريق البريد الإلكتروني لخطيبها سيمون كوني. وبحسب سن البريطانية فإن أحد أكبر معجبي إيديل قام بالتحدث فورا إلى مدير أعمالها لتحذيره من انتشار صور على مواقع التواصل الاجتماعي. عبرت إيديل عن استيائها لهذا الحادث ولم يعجبها ذلك، فلا أحد يحب أن تنتهك خصوصيته. ما زال البحث جاري عن هذا الهاكر. للمزيد من القصص يرجى الاشتراك في القناة الثانية الخاصة بالقصص التي سوف تجد رابطها أسفل الفيديو. الإعجاب بالفيديو ومشاركته والاشتراك في القناة لكي تتوصل بكل ما هو جديد. كان معكم عصام من قناة نابغة المعلوميات. إلى فيديو آخر إن شاء الله، مع السلامة.